الموقف الكويتي ولا يؤثر تؤثر هذه السلوكيات الفردية على هذا الموقف الثابت الراسخ لدولة الكويت. لذلك احنا اليوم نحمل وزير الداخلية محمل المسؤولية كاملة. هذه الانتقائية في تطبيق القانون مرفوضة، ومو أول مرة وزير الداخلية مع الأسف الشديد يورط الجمهور بهذه الطريقة. نتكلم عن اشتراطات صحية، نعم هناك موافقات من قبل وزارة الصحة والأخوة اللي موجودين والمتجمعين ملتزمين بالاشتراطات الصحية، هذا الأمر احنا ما فارغين منه منتهين. تبقى المسألة التجمع والترخيص والإذن، هذا مو مقبول. التجمع حق كفل الدستور لكل مواطن كويتي، وبالتالي حق التجمهر وحق الأفراد في التجمع هو حق أصيل لا يمكن أن نتنازل عنه. اليوم قضية القدس وهي قضية أصيلة ومهمة وجوهرية، وغدا في قضايا أخرى تستمر هذه الوزارة وغيرها من الوزارات أو الحكومة بالكامل تستمر على حقوق الأفراد في التجمع، وهذا الأمر مرفوض ولن نقبله. وإذا أغلقت ساحة الإرادة اليوم فمنصة الاستجواب موجودة ومفتوحة، ويتحمل وزير الداخلية المسؤولية كاملة على منصة الاستجواب. لذلك أنا أقول لكم يا أخوان يعطيكم العافية، مشكورين، والرسالة وصلت. أقول لكل المتجمعين أو من كان يريد أن يتجمع أو يحضر هذه التظاهرة الحقة أن صوتكم وصل، والموقف الكويتي واضح، ووصل الصوت الكويتي إن شاء الله لمسامع كل العالم، وبإذن الله مستمرين في نصرة هذه القضية حتى يتحرر بإذن الله عز وجل بيت المقدس وترجع فلسطين بإذن الله إلى أحضان الأمة الإسلامية.